ما ورد من حديث عن ابن عباس: أول يوم من رجب من صامه فهو كفارة 3 سنين، ومن صام اليوم الثاني فكفارة عن 2، ومن صام اليوم الثالث فهو كفارة عن 1، ثم من صام كل يوم يكون عن كل شهر. هذا عند أبي محمد الخلال كما قال الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع ولا يصح.